معانا خبر مهم جدا، والخبر ده يعني اسعدني كثيرا عندما قراته بجد. مصر الاولى عالميا في انتاج زيوت المائده وزراعه 100 مليون شجره زيتون، وخلونا نشوف مع بعض تفاصيل هذا الخبر. قال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه واستصلاح الاراضي ان مصر تتصدر حجم الانتاج العالمي لزيتون المائده بما يتعدى 18% من الانتاج العالمي لعام 2017، وأن لدى مصر خطة لوصول إلى نحو حوالي 100 مليون شجرة زيتون بحلول العام 2020 في إطار مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. وقال خلال مشاركته في اجتماع المجلس الدولي للزيتون المنعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد أننا حققنا الهدف الأول، وهو الوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية زيتون المائدة، وفي سبيلنا لتحقيق الهدف الثاني في مجال إنتاج زيت الزيتون لتصبح مصر ضمن الدول السبعة التي تحتل الصدارة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع دول المجلس كقبرص واليونان. اللي أنا عايز أقوله أني التقيت بأحد يعني أكبر مزارعي الزيتون المائدة في تونس، وراجل يعني عنده مساحة كبيرة جدا، وقال لي السنة اللي فاتت أن تقريبا تونس تصدرت الرقم العالمي في إنتاج زيتون المائدة، وها هي مصر عائدة بقوة، ومصر السنة دي بتاخد أعلى إنتاجية في زيتون المائدة. طبعا هذا الزيتون قيمة كبيرة جدا، وإحنا يعني لو قعدنا نتكلم في فوائد الزيتون يعني مش هنخلص، لا في زيت الزيتون ولا في حتى المخلفات اللي طالعة من العصر وقد إيه هي مفيدة. يعني زيت الزيتون ده كله فوائد، داخل في كل حاجة، داخل في الغذاء، داخل في مستحضرات طبية، داخل في التجميل، طالع منه يعني كمية كبيرة جدا من الحاجات المهمة جدا. ولكن الشطارة بقى، وده اللي احنا مركزين عليه زي ما قال، وده توجه الدولة وتوجه وزارة الزراعة، ان احنا ناخد المركز الاول في انتاج زيت الزيتون. يمكن المركز الاول يكون صعب شوية، لكن اكيد محتاجين نقرب من السبع دول الكبرى. عندنا اسبانيا، عندنا تونس بشكل كبير جدا، وعندنا قبرص، وعندنا اليونان. يا رب نخش هذه المنافسة، وأنا متأكد أن الفلاح المصري ووزارة الزراعة المصرية تستطيع بجد. إحنا لما بنحط حاجة في دماغنا بننفذ.